يلا السلام عليكم خوتي خواتاتي متتبعين قناة عبدو. اليوم بغيت نشارك معكم واحد القطعة أرضية كتبعد على مدينة الخميسات بحوالي 3 ديال الكيلومتر، وكذلك على الطريق بحوالي 800 ديال المتر. هاد الأرض هادي المساحة ديالها جوج ديال الخدامة ونص، 2500 متر. فيها سكن كيبان لكم على الشاشة أمامكم، ومزربة على هذا الشكل، وفيها الضوء وفيها الماء وفيها البير. ها هو البير بالبومبا كما كتشوفوا يا المتتبعين. اليوم بغيت نشارك معكم هاد الأرض هادي للبيع كما كتشوفوا معايا. الحد ديالها هو هذا على هذا الشكل هذا، عندها كي الطول كي العرض. اللي بغى يستثمر او يبني او يدير شي مشروع وفي المتناول، كتقولوا لي السي عبدو ما كتجيبش لنا الثمن شويه قليل والارض شويه تكون متوسطه. انا اليوم جبت لكم ارض 2500 متر، ما كتبعدش بزاف على الطريق، حوالي 800 متر. الحد ديالها هو هذا على هذا الزعبول هذا، والباب امامنا وامامكم، وجايه دايره على هذا الشكل. هذا العرض ديالها، والركيزه ديال الضوء المتتبعين ها هي امامنا وامامكم في الحد. ها هو الضوء والبير موجود، وغادي هابطه حتى للزعبول، وعندها الطريق وعندها كل شيء، ما كتبعدش على القدرون بحوالي 800 متر. الطريق كدي السيارات وكدي الحديد، فيها بعض الاشجار ديال الزيتون امامكم. بلا شك راك كتسمعوا الحديد كيدوز من امامها، وهاد البلاد راها بالملكيه المتتبعين، هاد البلاد راه عندها الملكيه ديالها. ها هي جايه على شكل كي الطول كي العرض. تابعوني في هاد الفيديو يا المتتبعين، هادي بلاد للاستثمار، اللي بغى يستثمر بغى يدير شي كواره ديال الدجاج، ولا يدير شي مشروع، ولا يربي الاغنام او الابقار، ما عليه غير يتصل يلقى الرقم اسفل الشاشه على قناه عبدو. البير راه هو امامكم، هاهي المحل فيه جوج دارات، جوج بيوت مضاليين، ما باقي القصدير ضو الما داخل. والبيت كما سمعتوا احد الزملاء قال جوج بيوت مضاليين بالضلاب السيما والحديد، بني صحيح، والضوء امامكم ها هو الركيز ديال الضوء، وكذلك البير راه بالبومبا. والارض راها مواطيه ومقاده كي الطول كي العرض،
وجات مباشرة على القدرون. الحد ديالها هو هذا. هادو أشجار الزيتون، وهذا المدخل ديال الباب.